صح شي بدكم. فما أسماء ولا حاجات ولا أماكن كي تتفكرهم ولا يجيوا لبالك تتفكر معاهم هالشهر الفضيل شهر رمضان، وتتفكر معاهم روح رمضان، سواء حاجات ملموسة ولا حاجات في الذاكرة الشعبية وذاكرتنا الجماعية، وهذا اللي يخلينا توانسة مع بعضنا مجتمعين. وشكون في الشهر الفضيل هذايا ما يتفكرش خاطر يسمع صوت الشيخ البراق سيدي علي في الأذان ولا في تلاوات المباركة ليه للقرآن الكريم، ويحسبك النخوة وكالشعور الحلو تاع انتمائنا لتونس، لأنه تحس نغمته، تحس أداؤه، تحس وجوده قريب ليك، تحس تقولش عليه حد من عائلتك، لأن تربينا على صوته وتربينا على أداه. وذاك علاش اليوم في ليلة فضيلة كيما الليلة قلت علاش ما نمشيوش لمدينة القيروان، في فما نهج باسم سيدي علي. كي تدخل من باب جديد وتدور على يدك اليمين تلقى روحك في نهج يحمل اسم هالعلم التونسي علي البريق، لأنه سيدي علي هو من مواليد مدينة القيروان، تولد عام 1899 وعاش فيها مدة، ثم انتقل لتونس قرا وتميز بالتلاوة بتاعه للقرآن بالقراءة السبع، وكان حافظ القرآن الكريم. لكن سيدي علي في المرة الأولى ما تعرفش عند التوانسة بالتلاوة، حتى هذيك تعرف بها وقت اللي تخلي الإذاعة، وقت اللي تكونت الإذاعة التونسية عام 1938، وكانت له شرف أن يكون أول من تلا القرآن الكريم على مسامع التوانسة من خلال الأثير. أول ما تحلت الإذاعة قالت أو الكلمة سمعت هي هنا تونس، وقالتها السيدة ملكة بن خامسة وتحية ليها وإن شاء الله ربي يطول عمرها في الخير. وبعدها مباشرة كانت تلاوة من الكتاب الحكيم بصوت الشيخ البريق. وشكون اللي جابوا؟ جابوا عمي سي عثمان الكعاك اللي كان مدير القسم العربي للإذاعة التونسية. أما أنا قلت لكم سيدي علي تعرف قبل في الأوساط التونسية، قبل ما يتعرف بالقرآن تعرف بالإنشاد، أي سيدي بإنشاد السلمية، لأنه الشيخ سيدي علي البريق كان عضو ركيزي هام في السلمية متاع الشيخ بن محمود. سيدي مش سي محمود عزيز، لا، والده الشيخ بن محمود سيدي محمد بن محمود كان هو معناها مقدم متاع السلمية، معناها هو اللي عنده الفرقة متاع السلمية، وحافظ للبحور متاع السلمية اللي هي منسوبة لسيدي عبد السلام الأسمر دفين زليطن في الوطن ليبيا في وطن طرابلس، وكان يحفظ كذلك بصوته مش حاجة عظيمة. كان عنده ثلاثة من الناس هي الركيز متاع الأداء، هما اللي صوتهم جميلة برشا ويحفظوا، وهما اللي ينجدوا، هما ثلاثة. الشيخ صريح صوته من أبدع ما يكون، ولده هو جاري ربي فضله ويطول عمره، ومعاهم سيدي خويا الطاهر بن سميدة، تعرفوا بنته مليح اللي هي سيدة نبيها بن سميدة اللي كانت سبيكرين في الإذاعة التونسية والتلفزة في التلفزة التونسية، نعرفوها من رمضخ كمقدودة ربي طول عمرها في الخير. زادة هي بنت خويا طاسي طاهر بن سميدة، كان صوته زادة روعة روعة، هو مضخم هكا وكذا. والثالث هو سيدي علي البريق، كانوا هذوما الثلاثة اللي قايمين فرقة بن محمود، هما المنجدين، هما ينجدوا البحور. كي واحد منهم يبدا في لولا لطف ولا حطبيه والا غيره من البحور ولا على ابن مريم ولا غيرها، دوخ في امرك حاجه نهايه. لكن سيدي علي زاد عليهم حجه، هي السريده. شنو هي السريده سيدي؟ سرد القصه المولديه، اكل يبدا قاعد ويسرد في خاصة في المولد النبوي الشريف، ولا حتى الناس في ديارهم يجيبوه باش يقرا الصريدة، هكذا نسميوها في تونس، يقرا الصريدة بأنه يملي القصة المولدية في ذكر
سيد النبي والنسب متاعه وطريقة المولد متاعه ومرضعاته وكذا وكل ما حف بالمولد النبوي الشريف، فينشدها سيد علي بطريقة بديعة، ينفرد بالابداع فيها. وهذاك علاش ولا كل موسم متاع مولد نبوي شريف سيد علي لازم يكون موجود، مش يسرد القصة المولدية. ونعرفوا اللي لما تم تدشين جامع يوسف خوجة صاحب الطابع بعد الترميم بتاعه في الستينات، سيد علي هو اللي انشد القصة المولدية باعتبار أنه التدشين صار في المولد النبوي الشريف. والمطربة الكبيرة سيدة أم كلثوم كوكب الشرق يقولوا كي سمعته يرتل في القرآن الكريم وينشد في القصة المولدية بكيت. علاش بكيت؟ تعرفوا أم كلثوم راه عارفة، لأن هي بيدها بدأت بالإنشاد الديني حافظ القرآن، فتعرف النغمات وتعرف التحكم والصوت. فكي سمعته قالت هذا ولا أحد كما يقولها. سيد علي برشا ناس ما يعرفوش اللي هو كان مواظب كي يبدأ في تونس، مواظب على الأداء صلاة الجمعة في جامع يوسف خوجة صاحب الطابع في الحلفاوين. علاش؟ على خاطر كان يشارك المحفل السدة مع الخوجات في تلاوة القرآن، وكان يعتبر هو باش خوجة خاطر هو اللي صوته الأجمل. وكان عم الطاهر القماطي الله يرحمه اللي هو الإمام الخمس نتاع الجامع مبهور به ويحبه برشا، وكذلك إمام الجامع الخطيب سيدي علي بالخوجة يرحمه مفتي الحضرة زاد كيف كي يسمعوا ماذا به ما عادش يخليه يسكت. بالحق كان شخصية فريدة من نوعها. برشا ناس يعرفوا سيدي علي مثلا وراو بعض الصور نتاعو يعرفوه هو كفيف، لكن سيدي علي نكف بصره وهو كبير، مش تولد هكاك راه تولد ينظر بعينيه، لكن في وقت ما مرض مسكين وانقلب نور بصره الى بصيرته، وربي زادوا قبول عند الناس ومحبه. وهذاك علاش قعدت ذكراه متغلغله فينا والتوى علي البراق بالنسبه لنا هو رمضان، هو روح رمضان. كي توفى عام 1981 في مدينته في القيروان ودفن في مقبرة قريش، قررت بلدية القروان أن تعطي اسم سيدي علي البراق لنهج من أنهجتها بتاع المدينة حيث كان يقطن، فسميت نهج مهم كما قلنا يدخلوا له من باب جديد بتاع القروان، سميته باسم سيدي علي البراق. قد ما نقوله في القروان وشوية، قد ما نحكيه على العلم هذايا وشوية، أعلامها كثير كثر وشخصيتها برشا، لكن احنا حبينا لفتة المدينة هذه التاريخية من خلال الشخصية اللي أغلب التوانسة يعرفوه لكن ما يعرفوش. كذلك أغلب التوانسة يعرفوه يسمعوا صوته لكن ممكن ياسر ما يعرفوش برشا على حياته. حبينا اليوم في الزيارة نتاعنا وفي الجولة نتاعنا تكون في مدينة القروان وبصوت سيدي علي وبذكرى سيدي علي البريق اللي عادت لقراوة كما تعرفوا يصبحوا في الصباح ولا مش يسلموا يقول لك يرحم بي محمد، وانا نقول يرحم بي علي. كل تحية للقراوة الكل والتوانسة الكل في الليلة الفضيلة هذه، وربي إن شاء الله يرفع علينا الوباء والبلاء ويردنا لسالف عهدنا ونفرحوا يا ربي. وقراجل يبعد علينا كل مكروه على خلق الكل وعلى بلادنا احنا بالتحديد. هيا مدامكم هوني اعملوا طلع السوق واقضيوا مكتب، وواحد منكم وصيه وصية كان يحبني يقص لي قصة حايك، خاطر حايك القرآن ما كيفوش احسن انواع النسيج اللي نصدوهم التوانسة. ربي خضب بيديهم خضب الجنة. ونبقيكم بخير على خير.